الفكرة براسي أحلى كتير منا رح تقدر تفهمها، الفكرة براسي أذكى كتير من إنك تقدر تفهمها، الفكرة إنه أفكارك خلصت، الفكرة إنه تكرارك لنفس الفكرة ما بيلغي إنه أفكارك نشفي، في فكرة وحيدة بيك هي كيف تلاقي فكرة تكون الحجة لنطرق سكرة ونحكي شو حلوة أفكارك ونحكي شو حلوة أخبارك. ميرسي زياد، هي عن جد احلى فكره انك تبلش بهيك بهالموسيقى الحلوه والغنيه الحلوه. ما هيك؟ مساء الخير مشاهدينا، جلسه جديده، سهره جديده، من بعدنا مع رابعه، ضيوفا مميزين مثل العاده، والفكره اليوم هي عن جد غير شكل. ضيفنا هو امبراطور، طعم الفن بالسياسه وطعم السياسه بالفن وكثير اشياء رح نحكيها معه الليله، وملكة جمال ما اكتفت بجمالها أبدا، هي بزنس وومن، هي ممثلة، هي مقدمة برامج، والآتي أعظم. بستقبل نادين نجيم، أهلا وسهلا فيك نادين. وصل الميكرو هون خلاص، هيدا بس اللي بغنوا نادين، بودي صوتي بودي صوتك ميشيل، أهلا وسهلا فيك كمان. بنبلش بروبورتاج عنك ميشيل ونبلش حكي، يلا. من خلف جدران امبراطوريته الفنية وقلعته السقفية، تحصن امبراطور نوير ستان بانجازات تميزت على الصعيد الفني والسقفي، ولكن يبدو انه مواقفه السياسية هي اللي عم بتوجه عليه الاضواء وتلفت له نظر القضاء والخصوم. الافترياديس اللي عم يفتتح هالايام افرع جديدة للميوزيك هول، هل صحيح انه عم يتعرض لمحاولة اغتيال جديدة؟ وهل ممكن اغتيال الامبراطور بواسطة القضاء والاعلام؟ ميشيل، انت من حدر من سلالة قديس، قديك في قديه فيك قداسة وقديه فيك شيطنة؟ ما في ولا قداسه ولا شيطنه، في انسانيه يعني، مني لا ما الانسان في شيطنه وفي قداسه بمحلات يعني، وبعدين كلمه خير وشر. كلمه الشيطنه اوقات بتتاخذ بمعنى اللبناني يعني الشيطنه، انه الولد الورش، واذا هيك ايه انه كنت ولد. لا انا قصدي مش الشيطنه الولد الورش، انا قصدي مش شيطنه لما توصف علاقتك بالله وتشبه علاقتك بالله سبحانه وتعالى بالتخيلات الجنسيه يعني. قلت ما بحكي عنها، ما شبهت العلاقة قلت ما بحكي عن هالموضوع، مثل ما انه كمان ما بحكي عن تخيلاتي الجنسية يعني. انا بعد انه علاقتي انا شخصيا مع الله بعدها شغلة حميمة وشغلة منا للعلن يعني، في مواضيع انا بوقفها، لانه وقتها كان بوجهي في شيخ وعم يطلب مني انه اقعد خبر على التلفزيون شو علاقتي مع الله، قلت له لا يعني لا هالموضوع بدي احكي فيه، وكمان اذا في بوجهي سكسولوج وقاعد عم بيقول لي خبرنا شو تخيلاتك الجنسيه، بقول له ما خصك بالموضوع. وانا مع انه العلاقه مع الله تكون شغله
الإنسان مش كل الوقت تكون حطينا على العلن ومشينا عم نبشر وعم نحكي، يعني تكون أكتر شوي تضل موجودة، ولكن موجودة ضمن إطار إذا بدك الأنتيميتي مش إطار. وضحتها أنت بهالطريقة، هي ما وصلت هيك للناس، عشان هيك أثار اللغط يعني هيدا الجواب. أنا ما كنت بدي أنا اليوم سألتك يعني أنا في أوقات ما بحب شغلة توصل على الأخير، يعني أنا مسؤول عن شو قلت مش مسؤول عن شو الناس فهموا. وهذه الطريقه اللي بتقوله الناس بدها تفسروا وتحللوا، لا يفسروا يعني never, never explain never complain، يعني ما عندي مشكله شو فهموا، لانه اذا رجعوا على التسجيلات فيهم يشوفوا وبيفهموا شو قلت. بس انه يصير لغط بعدين او هيك ما لنا مشكله، ما لنا قصه. نادين اهلا وسهلا فيك، الاسود كثير حلو. نشوف الريبورتاج ومنبلش يلا. مس لبنان 2007 is نادين نجيم. ملكة جمال لبنان 2007 أو لارا كرافت العرب نادين ويلسون نجيم. نشاطاتها كتيرة ومشاريعها متعددة ما بين التمثيل والتقديم والإعلانات والبزنس الخاص، وإن بتلاقي الملكة حالة أكتر. وهل هالتنوع بحياتها هو من أجل الشهرة؟ لقمة عيش أم البحث عن الهوية؟ نادين ممثلة، مقدمة برامج، ملكة جمال طبعا، بزنس وومن، فتاة اعلانات، يعني وجه اعلاني مشهور، مبروك مؤخرا يعني اعلان شيء قدر للشعر. بس ليه وايرلس كان اسمك؟ الصليب وايرلس هذا جود ميموريز، جود ميموريز. ايه بالصليب الاحمر كانوا يسموني وايرلس. ليه؟ لانه محسوبتك نادين. نعم. قررت بأول ليلة بيرمانانس إلها قد ما أنا محمسة بالأمبولانس عنا تشيك أب. بقى أنا كتير يعني بدي أعمل شغلي على القد وكتير مركزة، وأكيد لازم يدشنوا أول ليلة إلي بالمركز. رفقاتي كانوا بالصليب الأحمر، بيقوم بيركض واحد منهم حامل تليفون بورتابل، يعني الهاندي يعني بالبيت يعني، وركض لعندي وقال لي نادين بيك على التليفون، وانه ما هو لازم تشكيه بالحيط، وانا مقتنعة انه لا مبلا. الو ما حدا عم برد علي، الو وسك الخط وافتح ويه وما في حدا عم برد، ولا حتى فكرت انه هيدا يعني معتبره هيدا البوف. بقى سموني دول كلهم ليه؟ يعني ممثله، مقدمه برامج، وجه اعلاني، يعني سيده اعمال، ديناميكيه، بحث عن هويه، لقمه العيش، شو هيدا؟ اول شيء هيدول opportunities انا عم يجوني، يعني هدول الفرص انا بعتبر بما انه عم يتقدموا لي من هذا قله ذكاء، انه اذا انا رح اعرف حالي بقدر انجح فيهم ما استفيد منهم. 1 2 اكيد انت بتبحثي عن هويتك بكتير اشياء بتعمليها بالحياه، بس انا بعتبر انه الهويه منا هي العمل، يعني انت عملك، يعني انت اذا بتمثلي او بتقدمي برامج او بزنس ومن هيدي منا هويه، ما عم تبحث عن هويه. انا هون برايي هويتك انك تكوني مثلا، هل انا قادره احقق الحلم يلي انا بطمح له؟ طب انا هاي هويتك هو التقديم او حلمك هو التمثيل، بصير منا هويتي انا بالنسبه لي، حلمك وهو جزء منهم هيدول. لا انا بالنسبه لي الهويه إذا أنا am I a persevering person، أنا شخص مثابر، هاي أنا هويتي، أنا شخص إذا بشتغل على حالي بقدر أوصل، هاي هويتي. بس ما أنا هويتي عملي ما أنا هويتي. المهم ما يكون سبع صنايع والحظ ضايع، يعني هيدا أهم شيء بالحياة، لأنه في ناس بيكونوا عم يعملوا سبع قصص وبتلاقيهم فايتين بالحياة ما لقوا بعد هوية. لا بس هي منيح يعني عم يبحثوا عن هويتهم، عم تقدر تنجح بكذا شغلة. يعني انا بلاقي بتعرفي انا بلاقي مثل كانك عم تزعلي لله اذا هو عطيك هبات معينه وانت اراديا عم تقرري ما تستفيدي منهم شو ما كانوا بالحياه. وثالثا اكيد livelihood، يعني اكيد هيدي مصدر رزقي، وانا بدي اكون امراه مستقله ماديا، فانا بالتالي لازم اشتغل لاكون مستقله ماديا لاقدر اوقف على اجري بلا ما يكون في حدا حدي. سو بطبيعة الحال انا بدي اقبره. تقبره لمين؟ للفقر. مين؟ انا بدي اقبر الفقر. ميشيل شكلك منك قابل. ما قابل يا ميشيل، بس انا عارف يا ميشيل هالحياة تقبر الفقر. واضح وصريح. بضل في هيك نوع من الجشع، يعني الواحد بيصير انه محل ببطل يشبع. انت عندك هالجشع؟ عم يضربني شوي عم حس فيه كرمال هيك صار عم يطلع.
لا انا انت عم تحكي مزح بس انا عم بخدها جد، انه ايه اسم الله ما شاء الله، يعني الميوزك هول، انه بيروت، دبي، لندن، هلا الووتر فرونت، يعني انه طب انا تاخرت نبيل، تاخرت انا شوي. ليش تاخرت؟ اهلا وسهلا فيك نبيل. فيك هرول يا نبيل. انه هاي نبيل، هاي كيفكم؟ نطرناك ساعة ونص، اضطرينا نبلش. بعتذر مش عادتي اتاخر، بس رحت عند الحلاق. ايه كنت عم بحلق، واخر شيء اضطريت يعني فل، ما قدر يخلص لي شعراتك لحظة، قلت له يلا اللي شلتهم شلتهم والبقية معنا بنكمل بعدين. جيبوها كانت حلاقة لحظة. جيبوها لأنتي ما كانت حلاقة، بس لحظة انه منيح لكن طلعنا بالحلقة ونص حلقة. ايه نص حلقة، بس هلا رح نعمل حلقة ونص، حلقة ونص نشوف ريبورتاج ونبلش. بيتنقل بين الانتاج والتمثيل واعداد وكتابة البرامج، وبكل النشاطات الفنية اللي بيقوم فيها بيسعى نبيل عساف انه يقدم نكهة جديدة. فشو بيقول عن الكوميديا المبنية على الكلام الجنسي؟ وشو بيخبر عن تجاربه الاخيرة بالدراما؟ نبيل اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. ارتحت هلا نفسك هيك اخذته؟ ليك على كل حال بعد شوي تقوم تشرب ماء، تشرب عصير، بتروق. انا برتاح بغفى شوي هلا، بنام شوي على كتفي. بنام على كتفي. نام على كتفي. انا بفكر هو مجب. المهم تنام على كتفي. على كتف مين يا ماما؟ طيب نادين انت ضبط الامور، انا بيت بيتك حبيبتي. شو عبالك؟ ما بعرف. شو ميشيل؟ إذا ما كتير لا لا بده شعبلك جواب يكون صريح ودغري. شيء طيب يعني. لكن نادين على ذوقك، أنا لا أنا بعد شوي بقوم بجي. أنا بدي كباية عصير سفرجل بليز. سفرجل. عصير سفرجل. عندك عصير سفرجل معنا. كلنا نضلوا غاصص. نبيل لما تقول إنه صار الجلد من ضمن الحبكة الأساسية للكوميديا. لأنه الناس هيك بدها، أم لأنه كتاب الكوميديا ما بقى أو ما بدهم يحكوا راسهم كفاية. أم أنت مع مهووس جنسي أو يمكن هو مهووس جنسي بالظبط، يعني ثلاثة سوا انت أو ثلاثة سوا. بس هي ما بيحكي عنا مثل علاقتك مع الله يعني. مزبوط. أنا حكيت راسي لهر وشعراتي أول شيء، ونشكر الله يمكن نجحنا بالكوميديا أنه عم نعمل أكثر من برنامج اللي هو تحدي على الهوى أسبوعيا. نشكر الله، مش هذا النقص. النقص بلبنان وبالعالم الكوميديا مبنية على ثلاث عناصر أساسية. شو هن؟ عناصر هي عطول التابو يلي تحكي بشي ممنوع بيخلق لي، أو الكيبروكو يلي هي سوء تفاهم بصير، أوكي، أو المبدأ يلي هو منلعبه بالمسرح الفودفيل، أوكي. هلأ الأساسي بال أنه تعملي نقد بالبرامج، يا بك تعملي نقد سياسي، يا بك تعملي نقد اجتماعي، وهولي يلي أكتر ما أنه بيضحكوا بيخلوا الناس تسلط الضوء على اخطاء سياسيين او اخطاء الناس بالمجتمع. بس الضحك بصير وقت اللي تسلط الضوء على اشياء ما بتحكي عنها. بالكوميديا مسموح كل شيء، نحن بلبنان ما عم نقول مسموح كل شيء، بس كوميديا ما فيك تحديها هالقد. بس نبيل الجنس جزء اساسي من كل شيء عم نشوفه كوميديا، خلينا نقول 80%، ما بدنا نقول كل شيء ونعمم. وبكوميكاز موجود الجنس. طب صحيح. اذا فرق شلنا الجنس من كوميكاز بمدى مرسية يا مزو قائمتك كلك سهلة سهلة شرفتي بدليتك إذا شلنا سفرجل بركي بنربط السيد هيدا عصير سفرجل إيه نحن أطلب تجد عصفور يعني بجيب لك لبن العصفور عرفت كيف كل شيء موجود عنا إيه فإذا شلنا الجنس من كوميكاز بيبقى له نفس الوهج نبيل أكيد بس جربناها عملنا حلقات أكيد بس نبني عملنا حلقات ما حطينا فيها جنس يعني كانت مشاهد من مسرح عالمي من نصوص لنيل سايمون او لتشيكوف نصوص عالميه بالكوميديا معروفه ومختبره ومسينا بالجامعه وواثقين منها الامباكت تبعها على الناس ما كان مثل المشهد اللي فيه غمز لانه الاودينس تبعك دو ان غير المسلين غير الانفيرونمون غير يعني انت قررت شعب مهيج شعب انا شعب العربي العربي عاده فيه نوع من كيف الجوع العتيق هيج عتيق يعني ما بيشبع حل الجمله لانه في كبد هيج عتيق في كبد لانه في كبد جنسي في محرمات مش هيج هلا ضروري كثير نشرحها زياد الاعلام يكون دقيق اكيد ايه لانه في كبت في مشاهدين في عيال عم تحضر على كل حال ميشيل بس سوري بدي اعقب عليكي كوميكاز معمول وقته 9:30 لهالسبب
يعني بس ما حدا بينام بقى 9:30 سافا يعني انا قبل الاودينس يلي مفروض تحضر هذا البرنامج مثل اي فيلم مثل اي شيء بالعالم بيحطوا لك الاعمار يعني هذا مفروض ينحضر بهالعمر بس انا ما بوافقك كثير نبيل فيك تضحك بدون ما تروح على نص جاف او صعب وما تكون عم تستخدم الجنس عم نضحك عم نعمل بس يعني اختبرنا صعبة. اختبرنا هاي واختبرنا هاي الناس على طول تطلب منك وهذا اللي بيتناقضوا فيه بالشارع يعني الناس بتقول لك اوقات يي زتوها بهالحلقه كان فيها سكس كثير بتعملي حلقه ما فيها مش حلو لو احلى بس تكون فيها هيك قصاص وكذا هذا لونجاج الشارع انا من وين بدنا نبوسك اسمع هالغنيه ميشيل اسمعها سوا ميشيل ألف ترياد ميشيل ألف ترياد انت ميشيل تعمل هيك هيك تعمل هيك بالوقت للبنان عم يغلي والوطن العربي ولبنان سياسيا وطائفيا ومذهبيا وأمنيا بتهاجم رمز مسيحي دكتور سمير جعجع وبتفتح ملفات الحرب اسكاتك بهيدا المرحلة ما بيخدم السلم الأهلي اسكاتي بيخدم اسكاتك بهالمرحلة الصعبة عم قلك البلد عم يغلي انا عم تفتح ملفات ما انا فتحت الملفات يعني انا كنت مشارك ببرنامج دغري بعد القانون الارثوذكسي والسؤال كان على اذاعة المدى على اذاعة المدى نعم. مع إلسي مفرج وكان السؤال عن سمير جعجع واعطيت رأيي يعني ما كان انه مش انه عملت مؤتمر صحفي ولا انه هيك من ولا شيء من ولا شيء دغري فزيت انه كان ضمن اطار معين وهي اذاعه معروف شو توجهاتها ومعروف مين عم يسمعها يلي قلت لهم اياه مش انه غيرت لهم رايهم ولا انه كانوا عم يحكوا معي صوت لبنان الحر وهجمت عليهم انه معروف شو القصه هلا هو قرر انه يروح فيها لابعد وصار يعني صار هو بتيت ناتير وصار حساس وصار دغري بيقبط وما فينا نقول ما هو لحظة ما في يعني شغله ما في واحد بالشخص بس بيقدر الانسان يصير حساس بيقدر يصير يكون حساس بيقدر اليوم يعمل غلط وبكره يعمل صح انه ربنا بحسبنا بس الانسان في 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 توب في يتغير ما عم بحكي انا عن شخص محدد عم بحكي بالمطلق انه نحن لما نطلق حكم على شخص مدى الحياة كمان منكون كتير يعني بورني منكون كتير هيك مسكرين او ديكتاتوريين بحكمنا بورني ما بعرف يمكن انا بورني بس بهالموضوع انا حتى لو القضاء قرر انه يعفي بس انا ما في حدا يخليني انسى اصدقاء لإلي سقطوا ما في انا انسى المعاناة اللي انا مرقت فيها انا اذا سمير جعجع تغير وصار قديس وصار ناسك قاعد بوادي قديشة اكيد ما بقرب صوبه ومش حاجة احكي بس انه انا عم شوفه على التلفزيون عم يعطينا دروس بالاخلاق وشو لازم نعمل شو ما نعمل وبعير العالم انه هيدا مجرم وهيدا متآمر وهيدا عميل لا ما عليه يعني حدا منيح من وقت لوقت نرجع نذكر انه عندك تاريخ عندك ليه ما ذكرت الناس بغيره في كتير ناس بهيدي الحلقة كان الموضوع عن سمير جعجع يعني انا زقلت رابعة حلوة وعيونها حلوين ماني مجبور سمي كل البنات عيونهم حلوين وكل البنات اللي حلوين بالبلد يعني في واحد الموضوع انا يذكر معك هذا الموضوع بس سميني بس انا هالموضوع كمان طبقته على هلا اكيد في مجرمين غيره اذا شي نهار حدا اتصل فيي من اذاعه تانية وتعطينا عن زعيم حرب اخر بسالك شغله الوحيد يلي طلع فيه حكم يعني انا قانونيا الباقيين ما طلع فيهم ما حكم حظهم كان اكبر منه هو حظه قليل طب انت مبسوط بهاللعبه بينك وبين دكتور سمير جعجع مبسوط بالدعاوى مبسوط انه الاعلام عم يسالك عم يتسلط الضوء عليك يعني كمان في اول يمكن نهار سليت لا انه شهره انه اكثر الشهره بتضل اسمك متداول الشهره كمان اذا بصور حالي مزلط على وكب على اليوتيوب كل العالم بتشوفها بس انه اي نوع شهره شي مره بتفكر تعملها؟ لا اكيد لا هلا انا انت عم تجاوب كنت عم بتطلع بنبيل لشوف شو ردود افعاله لاعرف شو لونه شو يعني سياسته عرفت انا كنت عم بفكر بسؤالك لو سالتيني عم ببرم لك لو انا ثلاث صور لو انا واحد من هالثلاثه دكتور سمير جعجع
استاذ سليمان فرنجيه واستاذ سامي جميل. لو انت واحد من هالثلاثه شو كيف بتتعاطى مع ميشيل الفترياديس؟ هل انا واحد من ثلاثه؟ بدك تختار سليمان بيك، سامي الجميل، لو أنا سمير جعجع. لا سمح الله سمير جعجع ما كنت برفع دعوة ميشيل الفترياديس. هيدي هي ما كنت برفع دعوة على الامبراطور. لا ما في، انه لانه بفتكر انه وقتها رفع الدعوة سمح لي اني احكي لصحافة لبنانية ولصحافة اجنبية، افتح ملفات، جيب ابو فواز يعني بيقول الله يرحمه الكابتن بسام جرجي اللي استشهد بقدمة، يقول لهم شو رأيه بسمير جعجع. اوكي مكمل. يعني كان في مواضيع يمكن الناس نسيتها. انا رحت وجبت ال 450 صوره واسامي شهداء الجيش اللبناني يلي تسبب فيهم، تسبب بقتلهم وباستشهادهم سمير جعجع. طيب هذا يمكن في الناس اوقات في اجيال هلا اللي بتعرف عنه لسمير جعجع انه قعد 11 سنه بالحبس وانه مانديلا العرب وكل الايماج اللي وجده. بس بس يعني ما خايفين على حالك؟ كثير تكون جريء خصوصا بالمواضيع السياسيه. لانه قلت انه تعرضت لمحاولات اغتيال اعلاميا، يعني بلشت مع مريم كلينك، كفت على الفيسبوك، ومؤخرا دعوه لرفع يعني في مريم كلينك هددت هو يعني صرح على 7-8 اشهر. صار 7-8 اشهر عم بيصير في قصص من ناس من عده مصادر، ولكن كلهم هدول جماعه 500 مليون. يعني في 500 مليون عم ينصرفوا اوقات على من مال لتقوية صورة بعض الأشخاص، ومن الطرف الآخر لتضعيف صورة بعض الأشخاص. يعني أنا صار لي 15 سنة يمكن الناس بيعرفوني على الساحة، طيب ليه فجأة صار فيها الهجوم علي اللي عم يتصاعد والوتيرة تبعه؟ يعني أنا ما بستغرب بالمستقبل القريب يكون في شيء بعد رح ينفتح ملفات أو يركبوا علي فيلم أو ما. يعني متوقع عم بتحضر بسيكولوجيكيا وعم حضر كمان الناس انه اذا بكره سمعتوا عني خبريات كونوا عارفين انه انا متوقعة. يعني هيدا مثل الهياج بسيكولوجيكيا. مزبوط. على كل حال مكملين، مش بس حنحكي سياسه مشاهدينا، وحنحكي كثير اشياء كمان غير، لانه عن جد الناس يمكن تعبت من هالشيء، ورح نغني ورح ننبسط بعد. نتوقف مع اول فاصل اعلاني ونرجع نتابع. عزيزة هي أنا، اسمك الحقيقي بنقدر نعرفه؟ ما حدا بيلايك له، كلهم بيلايكوا عليه. شفت هاي نكتة مش سكس وبتضحي. بتضحي. لموني اللي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها، لاموني اللي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها، جاوب اللي جهلوا فني خد عيني شوفوا بيها، جاوب اللي جهلوا فني خد عيني شوفوا بيها. السمرة اللي غرتو منها وحطمتوني باش ننساها، ما نقدرش نبعد عنها واني كالحوتة في ماها. هالسمرة اللي غرتو منها وحطمتوني باش ننساها، ما نجمش نبعد عنها واني كالحوتة في ماها. عاشق مغرب
ميرسي عزيزة، أهلا وسهلا فيك. مرحبا بيكي. مرحبا. مرحبا مرحبا. هلا يا هلا. كيفك؟ هلو. كيفك؟ كيف بتعرفي يا ميشيل؟ أكيد. مين ما بيعرفه؟ لميشيل. أشهر من أن يعرف. مسموح التبويين؟ إيه إيه مسموح. سوري أنا كنت سلمت ما بوست. بوسي. سوري بس أشهر من أن يعرف لأني ما بوست. أنا؟ رابعة. على كل حال طب نحن عم نبوس ارتاح ونشوف ريبورتاج عن عزيزة ونبلش. عدي يلا تفضل. بنت بيت فني وطالب جديد بمدرسة الراحل محمد عبد الوهاب. عزيزة اسم اللي بيحمل صوت وفكرة بتوصل القديم بجديد والزمن الجميل بالزمن الرديء. الصبية اللي بتحلم بنجوم الماضي شو بتخبر عن ألبومها الجديد؟ وهل رح تنجح الفنانة الثائرة وخريجة الإعلام بفرض موسيقاها ونظرتها على الساحة الفنية؟ عزيزة أهلا وسهلا فيك خطوة عزيزة. مرسي. عزيزة منو اسم بس، عزيزة مشروع فكرة. شو يعني أول شيء وقدي وهل بدهم عزيزين وعزيزات؟ يعني صح. في صح. في مجموعة ناس هن عزيزين وعزيزات. مهم يكونش في أعزاز. إيه ونحن. عزيزة هي أنا أول شيء. شفت هاي نكتة مش سكس وبتضحك. ضحك عشان قدي صعبة نبي. هاي مش بتضحك. صعبة. وتفطس ضحك. صارت بتضحك بعد الوقت. عزيزة هي أنا. وعزيزة هي أكيد كل العالم اللي عم بيشتغلوا مع عزيزة. أنا مأثرة بعصر الديفاز، يعني داليدا، مينا بإيطالي، أسمهان، مأثرة بهيدا الجو. محمد عبد الوهاب يعني. محمد عبد الوهاب هو ديفو. يعني بالفن عم. محمد عبد الوهاب أكيد مأثرة فيه موسيقيا، بس عم بحكي كفكرة عزيزة اللي خلقت عزيزة من وراء هدول العالم. وعم بحاول هلا يكون ب 2013 وهذا الزمن يكون في شيء ديفا. بعد حدا قادر اليوم يعمل حاله مثل اللي عملتها داليدا او اسمهان او الاسماء اللي ذكرت ديفاز الكبار؟ بعد حدا قادر بهيدا الزمن يعني صعب شوي لانه صار في كثير ضغط 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 بالسوق الموسيقي. بس التميز هو بعتقد بيفرض حاله ان شاء الله، يعني كان معي او مش معي بس معي مع غيري نقدر نغير نعمل شيء ان شاء الله نرجع نجيب هيدا الزمن لهلا. ما في زمن غلط، يعني نجاة صغيرة وقت تسميت نجاة صغيرة لأنه كان في مرة مطربة اسمها نجاة علي قبل منه. أي مين هلأ بيعرف نجاة علي ومين بيعرف نجاة صغيرة؟ كل العالم تعرف نجاة صغيرة. نجاة صغيرة مظبوط. ما في شيء أكيد، ما في شيء زمن غلط، بس في أزمان. يعني مثلا بالستينات وبالسبعينات في حالات معينة بتغني بتنعرف. هلأ فيك تنعرفي بلا ما تكوني عندك تالنت او ما يكون عندك صوت لانه الميديا صارت اوسع. بس قصدي انا بحكي عن التميز. انت اللي عم تقولي لي عزيزه، اسم عزيزه بالنسبه لي لوحده متميز. هلا بعدين لوين بنروح مع عزيزه؟ متميز بهيدا الزمن خصوصا مع لوك هيك هالقد عصري واسم عزيزه، يعني ممكن يكون هيك اسم كبير شوي. مع لوك مع اسمك مع الحقيقي بنقدر نعرفه لا. ولا لا خلص انا بقول لك انا بعرف عنه. رابعة بيني وبيني انا بعرف اسمها بس ما الحقيقي خلونا نقول ضيفنا اللي هلا ابشع من عزيز لا اسمه حلو بس ما رح نقول، رح نقول اسم ضيفنا رح نستقبله هلا اللي هو كمان فنان بغني للوفا، بغني للحب، بغني للانسان، بغني للارض، احمد عبد الحميد. يا هلا يا هلا والله نورت ليت مطرح صوت السيارة. أهلا وسهلا فيك أحمد عبد الحميد، ريبورتاج عن حضرتك ومنبلش. عالوفا ربانا وسلامي خلانا. من ضيعة كفر حمام الجنوبية تعلم التحدي، يمكن من هيك تحدى بصوته نجوم كتار. الشاب اللبناني يلي فل بلحظة ضعف رجع ليغني الوطن ويزرع الأمل، شو جاي يقول بعد الرجعة اليوم؟ وهالقراره بالبقاء رهن رغبته أم رهن خياراته المستقبلية؟ أحمد أهلا وسهلا فيك. عشت فترة برا لبنان وهلأ جيت على لبنان، صورت أول فيديو كليب بضيعتك بكفر حمام. صحيح. ليه اخترت أنك تصور بالضيعة؟ هل هو موقف أم إعلان ولاء؟
72 قريتك الجنوبية. صحيح. أول شيء الغنية اسمها لبنان. وضيعتي أو المنطقة اللي أنا منها بشكل عام يعني اللي هو جنوب اللي كان محتل قديما. لهلأ ما نعمل في شيء أبدا. تصوير كليب، هذا أول كليب تصور بالمنطقة فوق. وبنفس الوقت في كليبات مقاومة مصورين فوق كثير. يعني احنا يعني كلها مقاومة بالنهاية. مظبوط. فصورنا الكليب بضيعتي، حبيت لأنه عندي بي يعني بي بالأرض، بأرض أهلي، بالبيت، بعدها ضيعة مثل ما هي، بعدنا يعني بعدها مثل ما هي، ما تغيرت هيك، ما فقدت شيء من عبرية الضيعة. يمكن لأنه بعد من بعد ما طلع الاحتلال ما كتير كمان يعني طلعت الناس بس ما كتير اختلطت بأمور المدينة أكتر وأكتر، لا بالعكس بعدها مثل بعدها مثل ما هي. نادين، أنت بما أنه عندك شركة إلى دخل بالسوشيال ميديا، اليوم نلاحظ معظم الناس على الفيسبوك، على تويتر، على الإنستغرام بتحط صور مسقط الرأس، الضيعة، البيت الأول، الطفولة. دايما في حنين بهيدا العالم التكنولوجي لها الأصل، ليه برأيك؟ لا، ما انا بعتقد غير شيء. يعني انا بفتكر الاشخاص اللي بيحطوا هالصور، ان كانوا البيت بالضيعه، وان كان نهار الاحد قاعدين مع العائله والغدا او وات ايفر، يعني بس بيحبوا يحسسوا الفانز تبعهم انه هن قريبين منهم، انه هن مثلهم. بس مش تبع الفانز، هي من السيلبرتي حتى، والناس العادي يعني. اذا بدك الناس بتضلها تحب تعطي مثل هيدا الامبريشن انه يعني نحن اللبنانيه باي نيتشر، نحن هيك معلقين بارضنا، معلقين بوطننا، ومنحب دائما نفرج هيدا الشيء بشتى الطرق. يعني اذا شخص نزل على مظاهره بتبلش من نقطه الصفر 22000 صوره لتوصل الى المليون. بس اوقات بيزيدوها. يعني نحن مثلا جارنا، في واحد اسمه جارنا اسمه اليس فير، ما عنده، ما معقول يكون عنده ولا فانز، يعني حتى انه اهله منه فانز. ليه يا حرام؟ ليه؟ انا عم بحكي عن السلبرتي. بس بحط اليس فير يعني هيك حرام. على طول بحط صور بيته، بضل حاطط صورة بيته، بضل يغيرها وكذا، هي كل صور بيته، بس اكيد مش للفانز، خاصة انه البيت بشع كمان. يعني لحظة بس خليك شوي. هلا انا كثير بفتش على هاشتاج كل الورد اسمه الرد بالبشاج تبرني هاشتاج. احنا عم نحكي عن كل الديموغرافية. لحظة بس انا صح، يعني شغلة كثير مهمة لازم نعقب عليها. زياد قال ما حدا بيلايك له، كلهم بيلايكوا عليه. ما حدا بيلايك له صور ولا الزلمة عامل فيسبوك لنورستان ميشيل؟ في ميشيل دونورستان، في صفحة رسمية باسمي ميشيل الافتراس عشر الأسامي، وفي ميشيل دونورستان الخاص، وفي واحد تاني ميشيل الافتريادس، شيء هيك انه معقدين كلهم ميشيل، شيء ثلاثة أربعة كلهم المحور ميشيل، بس كله تويتر بيكب عليهم. يعني عملوا لي شيء لينك، قالوا لي ما بقى تتعب راسك، اعمل لينك من تويتر لفيسبوك، انت بس بتحط على تويتر، تويتر بيوزع بيطلع على الفيسبوك كله لينك لبعضه. بس انا برايي صارت الناس عم بتزيدها شخصيا، يعني انه انا بستعمله كمان على هالطريقه عم تستعملها انت كمان. بس انا بلشت قبلك. ليه؟ يمكن انت نقلت عني. خلونا بليز نعقب على هالموضوع شوي، بس لانه نبيل بده يقول شيء مهم. انا مقموع بالحلقه، انا ما راح. نبيل كلنا سمع يا نبيل، تفضل ايها الكاتب والممثل. لا بس الناس صايره زيدتها، يعني اوقات بيبعتوا لك صور او تفاصيل مش مضطره. هداك اليوم واحد مصور حاله بالتواليت، يعني موطى بنطلون ومصور اجريه. طيب مش معقول يعني على فيسبوك انه الناس مصيبه، الناس صارت بتفرجيك تفاصيل مش مضطره تعرفيها، او عم بيموت مثلا. ام داينج، عرفتي كيف؟ حاطط صوره شو بعمل لك هيك. انا بعتبره الفيسبوك بابليك سبيس، يعني انت حر تحط اللي بدك اياه عليه، لانه هيدي الببليك سبيس تبعك، المساحه العامه، المساحه العامه تبعك انت، حر تحط عليها اللي بدك اياه. ما دام ما هو بضل، وتويتر ما دام ما هو ما بيختلف، ما بيتناقض مع الرولز تبع تويتر او تبع فيسبوك. يعني اذا هو بده يقعد على التواليت ويحط صوره، يعني الحديقه العامه هي لكل الناس، بس ما في واحد يشلح تيبه ويوقف بالحديقه العامه. يعني بالفيسبوك اوقات في صور عن جد مش معقول. فيسبوك بيقول ممنوع النيودتي، ممنوع البورن، ممنوع تحط صورة هيك. هلا كل هيدا عم يسمعوا احمد، وكنا عم نحكي عن الاصاله، ليك وين صرنا يا احمد؟ الاصاله مقاومه، بس هلا جنوب ومقاومه واصاله. هلا بدنا نسمع شيء هيك لترجعنا شوي لهالاصاله اللي عم نحكي عنها. يا عم كلنا سمع الجنوب. بلشت لك نازين الميكرو حدك. Da 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 da
سمراء من قوم عيسى سمراء سمراء من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قاس بها ولها أردت بيعتها أشكو القتيل لها رأيتها تضرب الناقوس فقلت من علم الخوض ضربا بالنواقيس ناديتها يا مغا الله 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 يلهمك وصلي فكف النوى إني متيمك يا بي يا بي يا بي يا 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 الله طالع من بيت أبوها رايح البيت الجيران فات ما سلم علي يمكن الحلو زعلان طالع من بيت أبوها رايح البيت الجيران سلم علي يمكن الحلو زعلان قلت لها يا حلوة وريني عطشان ما يسقيني وقلت لها يا حلوة وريني عطشان ما يسقيني قالت لي روح يا مسكيني قالت لي روح يا مسكيني بينما تروي العطشان طلع من بيت أبوها رايحة البيت بس سلم عسوى ويحكي الحلو سادة حلو يسلم هالتم مليم صاحب وحدة لعنة لعنة مبسوط فيها هو ما بقولها كتير بس بشوفها بعيونه أنا إيه الأخوين شحادة لا بيعرفون لأنه شكلهم اشتقت لك
رضيت لك واشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك واشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك واشتقت لك واشتقت لك حلو اشتقت لك حلو كتير عزيزة أخذتينا هيك على أجواء يعني اللي حكيتي عنا بالبداية الوالد كان فنان كان صحيح. مغني مزبوط. عم بحقق حاله من خلالك ما أخذ حقه وعم بحقق حاله من لا خلالك لا 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 هو أول شيء يعني ما كان كتير مشجع على الصراحة بعدين بس شايف الخط اللي أنا مختارته لحالي مش الحال ما بقولها كثير بس بشوفها بعيونه اكيد اكيد هلا نحن دائما بكل حلقه هيك استاذ زياد مش بس بيلعب موسيقى مش بس بيرمي نكته عنده سؤاله الخاص يعني تفضل استاذ زياد وعم مسؤوليتك السؤال يعني. حطوا لي الموسيقى لكل الضيوف لا هو بيختار اختار ضيف من هالضيوف واساله سؤال زياد شو سؤالك اليوم انا سؤالي لميشيل تفضل بدي اشوفك بس بالاول مع حفظ مع حفظ الالقاب قول عمول معروف امبراطور امبراطور اوكي منيح لا هو السؤال بشكل هيك بكلمتين بالعاده الهدف تبع اي منتج وانت منتج بالنتيجه شغله من الاشياء اللي بتعملهم هو نجاح الفنانين اللي معه بشكل اكبر يعني باكبر شكل ممكن ما بتلاقي بحالتك انه انت ناجح اكثر من الفنانين اللي معك ومشهور اكثر منهم لا شو ليش وشو كيف يعني انا كنت مشهور قبل ما اكون منتج بس في فنانين بتعامل معهم انه وقتها بشتغل مع توني حنا معروف والاخوين شحاده حنين معروفه هلا اوقات بيسألونا هلا اذا مشيت بالشارع مع حنين مثلا اللي هي بوجه لها تحيه صديقتنا ايه مين بيعرفوه اكثر الناس انت انا ايه الاخوين شحاده لا بيعرفون لانه شكلهم حنين معروفه حنين معروفه حنين معروفه لا انا ما عم بقول مش معروفه حنين معروفه بس انا سؤالي واضح توني حنا فنان كبير وشهرته انه شهرتك طاغيه على شهرتهم بمطرح مش على حساب شهرتهم يعني انا شهرتي لانه بعمل عده قصص لانه بقطع ببرامج مش بس موسيقيه يعني بقطع ببرامج سياسيه بيرفع عليه دعاوى لانك مش مارسيل ياسر قطع مع مارسيل غانم مع زاهي وهبي مع يعني مع ببرامج عادة ما بيستقبلوا فنانين بقى لما تكون عم تقدر تقطع بعدة أنواع برامج بيصير عندك إكسبوجر على التلفزيون أكبر وأنا قصدي الظل تبعك مش هيك مش يعني هيلتك مش طاغية على الناس اللي بيشتغلوا معك لا أنا بعتبر إنه بيساعدهم لأنه أنا وقت حدا يشتغل معي بستعمل أوقات بكون معزوم على برنامج بقول لهم بدي فلان يكون معي تستقبلوه كمان يعني بستعملها اوقات كقاطره للشهره مره شارطنا هون انه تجيب كذا حدا انا بدي اعقب على سؤال زياد يعني قد ايه كمان انه شهرتهم ممكن تكون مفيده لإلك يعني انا بستفيد من شهرتهم كل ما يشتهروا كل ما يمشي شغلهم كل ما يمشي شغلهم كل ما طلع مصاري اكثر اوكي قد ايه كل ما انشهروا ممكن هالشيء خوفك تصير تضطر بدك تقصقص جوانح لانه بدك يعني يضلهم تحت المظله اللي عم يحكي فيها زياد لا اكيد لا لانه في كونترايات يعني اذا واحد مشهور شوي او مشهور كثير بالنهايه عم ينفذ الكونترا واذا في مشكل معقول الواحد يكون بعد يعني في ناس اوقات قبل ما ينطلقوا في حدا بتعرفه كمان مين ما رح نقعد نسمي بلا ذكر اسماء في ناس اوقات قبل ما جارك بلا سفير ما لا بيعرف يغني لا بيعرف يعمل انا انا يا عم انا وقتها صاحب وحده هلا يا حرام اللي مصاحب وحده لعنه مبسوط فيها هو عم يفضح يا عمي اسرار الناس هلا جاني ليك كثير بتحبه كثير بتحبه نادين بدي ارجع لعندك نادين راضي عن تجربتك بدك معقول يرفع دعوه الي كثير بس كنت خلف يا جماعه بدنا نحكي مع نادين كنت خلف الكواليس شفت بضلنا تحت عبئته ما كنت المذيعه الاساسيه اللي عم بتقدم برنامج ذا فويس ليه مزبوط هلا اول شيء المذيعه الاساسيه كانت مطلوبه انه تكون مصريه هيدي كنت تقولي انك مصريه لا يا اخويا يعني مبسوطه بلبنانيتي ما صحش كده بقى كان في الكونسبت الفي ريبورتر يلي هو اول مره بينعمل بالميدل ايست وفورمات ذا فويس هو فيري يونيك اذا بدك غير البروجرامات الباقيين وذا فويس واز كرنتلي يعني نمبر 1 بالعالم النمبر 1 شو بالعالم هلا انا كان عندي كثير تردد انه
في ريبورتر شو يعني شو هي المساحة وشو المفروض أعمل. آخر شيء أنا اقتنعت بكونسبت إنه أنت نادين أنا عندي كونسبت معين للتقديم كيف لازم يكون. يعني بعد عم قلك هيدا مشاهدينا مساء الخير عرفت ما بقطيقة يعني خلص relate to the people احكي معه تقرب منه عم تحكي مع ضيفك احكي معه لضيفك يعني مزبوط كان بدون يجيبوا حساسينه بالبيت يعني على الهيدا. نعم مزبوط انه يا انت يا تيتا لطيفة كان بدون انا كنت صراحة برشح تيتا لطيفة شيرز تيتا لطيفة اكيد بنوجه لها تحية سؤال تاني راضي عن تجربتك بصبايا بكل صراحة؟ لا انا لا. انا عن نفسي كتير راضي انا بكل صراحة تجربة لك صبايا with no modesty قلت لك قبل بشوي انا عن نفسي كتير راضي بس انا انه كنت بهيدا المسلسل ابدا ابدا يعني انا المسلسل يعني بفترة كتير قصيرة صار فيه النيغوشيشنز وكنا مستعجلين على كل شيء ما اخذت وقت انه اقرا النص النص ما كان معمول بشكل مزبوط ابدا كتابته منه انا الكاتب صار الكاتب بس اذا فكرك انه انا عم حطم فيها لحظه انا ما عم حطم فيها للكاتبه بس انا بعطي كل انسان حقه يعني انا بحكي كلمه حق انا لا بجي لا بمسح جوخ ولا بحطم بالناس لو هي عامله شغله مزبوطه على قد ما كان طلع المسلسل هيك ولو المسلسل الكونسبت تبعه كان انه نمثل مزبوط ما كانوا بينتقدوني انه ليش البنات التانيين بدهم يطلعوا بالضيق والقصير والحلو الفول ميك اب نحن واعيين وانت ليش يا نادين بدك تطلعي انا صراحه في انه قلبي قلبي طلب منك ضيق وقصير انا برنامج سوري هيدي رفضت مين طلب رانيا يزبك قالت المعدين رانيا وهيك اتصلوا فيي انه بليز فيك تطلع ضيق وقصير قلت لهم برفض انا هالمواضيع انا بس بدي اقول شغله انا ما في رانيا هي فينا نتصل بإليس فير فينا نتصل بإليس فير ايه على بعتوا رابع بس بدي اقول شغله انا لانه بعرفها للكاتبه بعرف الظروف يلي انضغط فيها عليها لكتابه المسلسل كيف صار ينطلب منها تعديل صار يطلبوا منها تعديلات بالفعل انا شاهد على هالموضوع تعديلات سريعه وانا بحط اللوم الاكبر على المخرج يعني في اخطاء اخراجيه بس المخرج كان عم يتعرض لضغوطات يعني هو ما كان بده يخرج قالوا له يا بتخرج قالوا له يا بتخرج يا بصير عندك اثنين انا بحلك انك بتخرج من الاستوديو هلا اذا ضليتك هيك اقول بس شغله انا بعتبر بالتمثيل بس يصير المسلسل ينعمل كرمال ينباع بس لانه في محل ينشرى منه ما يعود له اساس ما يعود له هدف له هدفه فكرة. ما بيعود له تعمل مسلسل لا اخراجه لا انتاجه نبيل بما انك عم تدافع وعم تحكي نفس الظروف هي اللي خلتهم يقصقصوا لك شيء من دورك بلعبه الموت لا راضي عن دورك بلعبه الموت انا راضي كثير عن المسلسل وجالة تحية لريم حنا لأنه مسلسل كتير حلو وأخذ طلع بالريتس نمبر وان السنة أنا الوجه تحية لإليس فير بس فير حتلاقيه المشكلة هون على الباب المشكلة اللي صارت بلعبة الموت إنه الضغط اللي صار فترة بلش رمضان ونحن بعدنا عم نصور فآخر مشاهد لقلنا يلي مفروض كنا حنصورهم هن ديكور لبنان بس اضطرينا عملوا لنا فيز نطلع نصورها بمصر على اساس لبنان بس ما بتعتبر عملوا كرومية على حسابك تخبرك شو صار قاموا اضطروا يلغوا القصص اللبنانية يعني دورنا يعني انا وطلال جردي وباتريسيا نامور وبولين حداد الادوار اللبنانية انتهت قصتها بدون ما نشوف القفلة تبع القصة صح وال 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 والكاتبة كانت كتير مستاءة من هالموضوع نحن زعلنا على خلص المسلسل بس انا ما عرفت شو صار بعدنا هلا مش عارف التقيت فيها مرة قلت لها هي مستاءة كان مبين هيدي المشاهد على كل حال كانت من جهة استياء مستاء شاحبة كانت بس اخبرك شغلة هيدي مرة اعطينا دور لمثل معنا كان أول مرة بمثل بأحد مشخصاتي فبتكتب له على جهة اليمين أنت الملاحظة الإخراجية إنه هون بغضب كذا فهو عم نعمل لكتير قراءة للنص فصار يقرأ هو ويكمل كل شيء يقول دوره مثلا سمير بغضب أنا لست راضيا عن كذا ويعبس يكملون يعني فإلا نحن عم بيقولهم بالقراءة راح التمثيل إن بلش على التصوير كمان يقولون حرام هذا بنضمه لصاحبك شو اسمه إليس فير ميشيل بديك أنت ونادين تتفضلوا على الشجرة رافق نادين على الشجرة شو طرزان أنا بتحدي على الشجرة هي جين مي طرزان يو جين تفضلوا على شجرة نادين فيك تترك العصير هون لتتعرف العصير سمعت أن عندك إدمان على العصير فيش الآن شجرة الحياة ميشيل شجرة الحياة فرد انت ورايح لهونيك رح خبرك انا هاي تتكيتر تحت بشجرة الحياة في بولات كريستال تفضلوا
في مواضيع كل بقول عندها موضوع معين، الحياة، الموت، الحب، الصداقة، الوفا، اللي بدكم اياه. كل واحد منكم يختار موضوع، بس بسرعة لو سمحتوا شوي عشان بدنا نخلص الحلقة. ايه شو باخذ وحدة يعني؟ انا قررت. كل واحد يقرر يجيب السؤال لعندي. نادين ورا الشجرة في أحلى. نعم. يا عيد ميشيل مع نادين ورا الشجرة. نادين ما تقري السؤال بس اعطيني اياه لإلي. انتبه بيا بيا من أعز أصحابي. في واحد بالإذاعة اللبنانية مرة بنبقى هلا مع غنية محلى القعدة بالفياض. ميرسي نادين. جبتي كم سؤال؟ ما بعرف بس طلع لي ورقة. طلع نفس الشيء. أنا بعطيك السؤال يلي جبته. أعطيني السؤال منيح إنك ما اطلعت فيه. ميشيل ألفتريادس خطر، شو برأيك الأخطر؟ القناعات اللي ما بتتغير. لا مش خطر، هذا قناعات ما بتتغير مش خطر، هذه شغلة منيحة. عظيم. الحقيقة بدون تجميل. الحقيقة بدون تجميل خطرة، الحقيقة بدون تجميل، لأنه الحياة إنه إذا يعني في أوقات واحد إنه لازم هيك يجمل الحقيقة. الكذب المقصود. خطر كثير الكذب المقصود. الحب الممنوع. لا الكذب المقصود. لكن الكذب ربح الكذب المقصود يعني قدرنا نوصل لشيء مع ميشيل. خوف خوف نبيل لأنه في سؤالين ضمن الهيدا فبيطلع لك سؤال لك. خوف شعاري بالحياة السلامة أولا. شو؟ خوف العنوان. شعاري بالحياة السلامة أولا. الخوف بيدفعني للتحدي. ثالث احتمال الخوف شعور ما بعرفه. رابع احتمال بعدني بخاف من قصص خوفتني بالطفولة. بدي احتمال وبدون شرح. تاني واحد شو هو؟ الخوف بيدفعني للتحدي. شو نقيته حسب الرقم شكلك؟ نادين جيم تحدي. لا لأنه كيف قلتها بدي إياها حرفيا حسب ما أكون زحمة على الصفر. نادين جيم تحديات. لما التحديات الصعبة بتدق بابك بتعتبري حالك أولا ضحية لأنه المصاعب دايما من نصيبك. ثانيا محظوظة لأنها فرصة جديدة لتثبتي نفسك. ثالث احتمال بامتحان لتثبيت للآخرين مدى قوتك. رابع احتمال إنسانة عادية بصيبني ما يصيب الآخرين. أنا رح كون صريحة، أنا باخذ هيدي الفرصة لأثبت للآخرين. ليه؟ بس لأنه الناس دايما أول هيك حدث بيكون عندها إنه تفشلك، إنه ما تآمن فيك، انه تحطمك او تقول كلمه بشعه عنك، انه تقول انك مش قادره. فبنفس الوقت كنا عم تثبتي لحالك وتحطيه على عين غيرك. حلو. احمد عبد الحميد هالصوت الجميل مش بس بالغنى بدنا نسمعه كمان بالحكي. شركت اسمه حميد عبد الاحمد. حميد عبد الاحمد لا بعد معك اسمع. شركت بعده مهرجانات، كرمت بصوتك عمالقه الفن مثل السيد درويش، ناظم الغزالي. اذا سمعنا شيء لناظم الغزالي حلو بيكون كثير. وانا قلت سمراء من قوم موسى بلشت فيه مره كرمت. حلو يا ريت. تكريم الكبار هو تحية للكبار أو تكريم لألنا؟ يعني لما نقول نحن بدنا ننزل سيدي لهالفنان أو ننزل أغنية بنكون نحن عم نكرم هالكبير أم نحن عم نكبر فيه؟ نحن طبعا نكبر فيه، وكتير منيح أنه نحن يعني إن شاء الله بس نكون عم نكرمه صح، بس أكيد نحن عم نكبر. أنا وقت اللي كرمت إن كان الأستاذ ناظم الغزالي أو سيد درويش أكيد عم بكبر فيهم. هي تحية. طب نسمع شيء هلا؟ يلا. شو رأيك؟ أنا حسمعكم غنيتي يلي هي لبنان يلي كنا عم نحكي عنها، صورناها ب بكفر حمام بالجنوب اللبناني، المقاومة والتحرير. لبنان يا 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 عالوفا ربانة سلامي خلانة بعز الغربة بيكبر قلبي لما شوف لبنان. عالوفا ربانة سلامي خلانة بعز الغربة بيكبر قلبي لما شوف لبنان. عالوفا ربانة سلامي خلاني
شوف لبنان اسمعت لبنان بالغربة ولحالة لعمي ولخالة بيغلي دمي بنسى همي ان شفت لبنان لبنان ما احلاك بعلتك لبنان عالوفا ربانا سلامي خلانا عز الغربي يكبر قلبي لما شوف لبنان برافو شكرا دبك دبك بس هذا منه عم بيلدغ بالدال الأولى زين حيكون في نسبة جنس هالقد؟ هو عم يشتغل على هالموضوع عم يقبر الفقر من وراه تندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب غبلك شي غيبي وجري لما بترجع يا حبيبي يا حبيبي شو بدك تندم يا حبيبي شو بدك تندم وبتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب غبلك شي غيب وجري لما بترجع يا حبيب يا حبيب شو بدك تندم يا خوين شو بدك تندم على هذا يا با على هذا ما تخلي شوفك انا على هذا يا با على هذا خلي شوفك حدا دفك 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 اسم الله عليكي اسم الله عليكي برمت اسطنبول عليكي جبل لبنان جبل لبنان دفك 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 اسم الله عليكي اسم الله عليكي برمت اسطنبول عليكي جبل لبنان جبل لبنان دبك 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 اسم الله عليك اسم الله عليك برمت اسطنبول عليك جبل لبنان جبل لبنان دبك 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 اسم الله عليك اسم الله عليك برمت اسطنبول عليك جبل لبنان جبل لبنان والله اسم الله عليكم شو هالاصوات الحلوه انا هني عم بغنوها ايه هلا انتم ما بتعجبكم الخبريه بس تخيلتوا عم بغنوها دبك دبك بس حدا منهم عم بيلدغ بالدال الاولى زين مين بده يجرب لها اياها انا من رايي حلو كثير ننتقل لفكره اسمها الصندوق الاسود الصندوق الاسود شفت يا ميشيل هالصندوق هيدا شفنا
شفتوا انا رح اسحب ثلاث كروتي وانا ما عم زعفر مثل ما عم بتشوف. سحبت ثلاث كروتي ما طلعت، بقيوا اثنين، اذا ثلاثه رح يسالوا واثنين رح يزمطوا من السؤال كرمال حتى بس ثبت للمشاهدين. رابعه حسيتي عم بتعاني مع ميشيل، مش عارفه كيف تضبطي من اي ميشيل ما بيوسع بحدا يا امبراطور يا زلمه. رح لمح للكل حتى اللي ما رح ينسالوا. داكور ميشيل تفضل. هدني ام صلحه، عزيزه الاصل والصوره، نادين الغاء الاخر، احمد عبد الحميد موجه الشهره، نبيل عساف وفا ودين. اه يا نبيل كيفك انت والوفا والدين؟ حلوين. يلا لنشوف اول سؤال لمين؟ لمين برايكم؟ ابو امين. هو لابو امين مزبوط، لنبيل عساف. ابو ريان. لابو ريان. من الاو تي في للام تي في للال بي سي هلا لوين؟ منال. نرجع بنسالك مين اللي منه وفي بلعبه هالتنقل؟ منا لعبة وفا هون. هون بزنس؟ هون لعبة نجاح. إنسان كل ما نجح بيرتقي بالحياة. والنجاح مثل أي ممثل بلش، لنقول عمر شريف بلش بمصر يلي هي أم السينما العربية. أوكي؟ بس وصل للعالمية. مش معناتها منه وفي للدراما المصرية أو للسينما المصرية، ولكن وقت اللي بيجي عرض على سينما عالمية وبيرتقي فيها مش معناتها رفض القبل. نبيل استوقفتني كلمة قلت يرتقي، يعني أنت مثلا خلينا نقول كنت بالأو تي في، إذا انتقلت على الال بي سي أنت عم ترتقي؟ أرتقي بأي ناحية؟ التلفزيونات مقياسها عند الناس هو بعدد الجمهور الأودينس، يعني حضرتي كنت مقابلة وعم بيحكي عن هالموضوع، الجمهور وقديش مع هشام مع قديش الجمهور اللي عم بيحضرك قديش في هذا بيعطي نجاح للبرنامج استمرارية. فالتلفزيونات والبرامج تنقاس عند الكل هي بعدد المشاهدين وقد ايه عم تنحضر. فوقت اللي بتكوني بمحطة عندك نسبة مشاهدة 1% توصل لمحطة عندك نسبة مشاهدة 15% معناتها هذا نجاح. وقت اللي بيركض وراكي التلفزيون الأقوى والأقوى من الأقوى لحتى يقدم لك عرض أفضل معناتها هذا إثبات لنجاحك، إنه عم يسعى يستقبلك لعنده لحتى يحسن هو نسبة مشاهدين المادة اللي عم بقدمها الأقوى والأقوى من الأقوى. طب وهلا لوين؟ هلا لوين؟ هلا بلشنا عم بيجينا عروض على تلفزيونات برات لبنان، ما في يقول أساميهم لأنه ما صار. أنا عرفت إنه سي أنا لا بس محطات بالدول العربية عرضوا علينا هلا برنامج كوميكاز، لأنه الفورما هي مبتكرة يعني احنا اخترعنا فورما. إذا كوميكاز إن شاء الله يروح على محطة عربية مهمة حيكون في نسبة جنس هالقد بكوميكاز أو بينعمل على قياس هالمجتمع؟ كل أكيد، لأنه كل بلد قد ايه عنده مساحة حرية. إذا قدمتيه ببلد في عنده مساحة حرية هالقد بلد بتقدمي، ورحتي فيه برات لبنان على بلد أوروبي رح تصير مساحة حرية أكبر. فهذا إثبات نجاح يعني لأنه بتشلحوا فيه بعد. شو بعد في غير تشلحوا؟ لا مش نشلح فيه، بالعكس نحن عم نعمل أقل، نحن عم نعمل أقل من برامج تنقول مثلا شي أن أن عم بينحكى فيها وقت اشياء اقوى من اللي بنقولهم نحن. بس نحن من بوليتيكال بس طيب سين نحن بنقول ضمن نحن بنقول انتم معلومات اضرب ظلت ربك كما خلقتني يا ربي مثل الدود العريان. برافو عليك. نحن بنلمح هيك عم نغمز على الموضوع ولكن لا نقول الكلمه على طول، هو الغمز على الموضوع والناس بتضحك على الغمز. البرامج النكت هي اللي علت نسبة الجرعة. هذه القناة ما بدي اقول اغمز من قناة نيو تي في، اي كاميرا بغمز. اي هي الكاميرا. بس رابع تقول لك شغلة، عم بغمز من قناة نيو تي في اللي علا منسوب السكس بكل لبنان والبرامج هو برامج النكت بالفعل. هو لانه عليت هو عم يشتغل على هالموضوع عم يكبر الفقر من وراه. ننتقل للسؤال الثاني بما انه هو الصندوق الاسود. انا عم نفذ للناس مش عم بكبر الفقر. السؤال الثاني ان شاء الله بتقبر الفقر، ليه لا، هو لنادين نجيم. نادين وي بتقولي ما بنافس حدا ولا حدا بنافسني. النجاح بيتحقق بدون منافسه. انا بس شوف نادين الراسي عم تعمل مسلسل اميليا، او بس شوف طارق سويد عم يكتب هالمسلسل، او بس شوف مثلا حضرتك عم بتقدم برنامجك، او بس شوف يعني انا بالدومينات اللي انا عم تعطى فيها، او بس شوف مثلا بزنس وومن تاني كيف هي عم بتكبر شركتها. عم بتكبر، انت حكيت كل البرنامج هلا بدك تسكتنا يا زلمه، وين الديمقراطيه؟
اوبرر هو تحكم جزمة العسكر بقى انا بالنسبة لي اي ادماير بحب اعمل بحب اجتهد مثل هالاشخاص تعمل مثلهم وصير بنجاحهم واكثر هيك انا بفكر. السؤال الثالث هو لمين برايكم؟ احمد، عزيزة، عصفور، زياد، عيونه بليز ايكون لميشيل لانه يعني سحبته ما شو بدي اعمل عم جرب كنت اهرب بس ما فيني كمان. اول قبلة ميشيل اول ما صرت ميشيل الف تريادس كان ضد الاحتلال بوقت اعتبرت انه سوري هو محتل. اليوم بتقول اذا الخيار بين النظام السوري وبين التكفيريين لا انا مع بقاء النظام صحيح؟ ايه؟ هيدا مش نقل بارودي من كتف لكتف مش دعم لنظام انت يوما ما فرت عليه. ايه بس الثورة منطلق ثورة حتى كلمة ريفوليوشن 90% هي 10 احرف 90% منهم ايفوليوشن بيزيدوا لها حرف الار بالاول بقى ريفوليوشن. لازم تشتغل بكوميكاز انت او بشيء فايت بالاجواء بقى كلمة ريفوليوشن قائمة على انه الواحد يطور حياته. يعني الواحد بيعمل عادة ثورات تيتطور بقى اذا الواحد بده يرجع لورا يعني اذا من بعد هالثورة بتصفي حياته اتعس وافقر وبهدلة اكتر ورح يموت اكتر ناس من بعد الثورة بقول انا لا والله خلينا نضلنا على اللي موجود لحديت ما نلاقي حل بثورة بتقدر تجيب حدا احسن. اوكي بس ميشيل انا عم بحكي مش بهالقد واسع عم بحكي كميشيل الف ترياد استهمت يوما ما هيدا النظام انه قتل لبنانيين بس انت عطيتيه شو بين سيء واسوأ يعني انه انا بين انه شو حدا احتلني وتكفيري هو بيعتبر اذا انا لبس نص كم انا لازم انضرب وموت وانحط بمدري وين يعني انت اكيد رح لكن جاوبت عنك نادين انت اخترت بين السيء والاسوأ هيك رأيك او انه انا كافرة مثلا او انا من النصارى او انا انه هيدا التفكير كيف نحن بدنا نقبله يكون موجود عن بيناتنا يعني هيدا جوابه كتير بسيط انا بالنسبة لي جاوبت بعتبر جاوبت تعتبري هيدا هو يعني بصير خط يعني تبين بين السيء وال طب سامي جميل انت مش هل مين بنفسك بين المسلات سامي جميل بطالب بمخيمات على الحدود تحت رعاية الأمم المتحدة يجمعوا لاجئين السوريين لحد ما تزبط الامور ببلادهم ويترحلوا. طبعا هذا القول لسامي الجميل انت معه بهالنقطه يمكن لا مش مخيمات انه نحطهم فيها او شيء بس بده يلتقى حل يعني من الاكيد في مشكله الحل ما بعرف شو هو يعني في اليو ان اتش سي ار في عده منظمات طعنا باللاجئين بس الحل انه بلد يعني حتى اللامينج هدول النوع مثل الامستر بس تعجوا عليهم بيصيروا يفزوا وينتحروا نظموها يا شباب بدها تنظم في وضع مختلف هون وبعدين في وضع انساني بفهم انا وبفهم كل شيء بس انه كتبته على الفيسبوك ميشيل لما تكتب انه عال انت ببلدي موجود بس ما تكذر لي لا 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 خفف لي حزك بس تمنع المواطن السوري انه يكمل يا عمي خفف حزك بس ما تقلك لما رحنا على قبرص لما في فتره كنت صغير رحنا على قبرص صفينها قضيها هيك انه عم نظهر عم نتسلى وكذا هيك اجا بيو لواحد صاحبي قال لنا مناش اون فاكانس هون قالنا نحن مناش اون فاكانس هون قال لي بدكم تروقوا يا شباب نحن جايين هون انه لانه في حرب مش جايين طقحنك وتسلاي وكذا يعني بمعنى انه اذا البلد اوريدي فيه عجقه يلي عنده شغل على راسه وعينه يتحرك بس اللي ما عنده شغل وجاي بالسياره ويقعد كل النهار يحزك انه طلع باله ليموناده بيروح على البطرون انه طيب الليموناده طلع باله ياكل سمك بيروح على صيدا لا خي خففه حر خففه ميشيل حر الانسان يعيش انا مثل ما بقول لازم تطبق حتى يمنعوا اللبنانيين هيدي برايي كثير ناس عنصريه يعني برايي انا عنصريه انك تطلع حدا على القانون العنصريه بس عطيتك اول سؤال مش كلهم هلا حل مشكله النقل طلع معك انه اذا واحد بده كبيت ليموناده انه ما يكذب انا في واحد بعرفه اللبنانيه لا 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 ما خلص جنسيه جنسيه للكل للسوري ولا غير سوري في مشكله بلبنان يلي هي عجقه السرب احدى المشاكل ايطالنا كانت موجوده وزادت اذا كان في هلا نحن تنقول مثلا اذا قاعد كان بي قاعدين اثنين وقمعتوا بتكون ما بدي اقمع حدا انا بدي اجرب اللي التقى بدي دل على مشاكل بالبلد بدو يلتقى له حلول فينا نضحك على حالنا ونقول خليهم يجوا كلهم طيب اذا اجوا ال 20 مليون كلهم شو بس بيغرق البلد بينزب يعني في محل بدو اصبعنا على الجرح مش الاردن بس ما يكون الاردن وتركيا قد ايه حابس ثوره ومدري شو اذا بيروحوا كلهم على تركيا بتستقبلهم شيء يعني في محل الواحد بحب
بحب جاره بحب خيه. وقت يحكونا عن العنصرية بقول ما في مجال ينحكى عن عنصرية، لأنه اللبناني والسوري ثقافيا وعرقيا ودينيا وكذا نفس التركيبة، بقى ما في عنصرية، مش انه عم نجيبهم من افريقيا او عم نجيبهم تحكوني بعنصرية، هيدول اخواننا والعيال كلها متمازجة. بس في مشكلة، لانه المشكلة عليهم وعلينا، لانه هني كمان قاعدين صاروا ببلد بطل فيه ماء وبطل فيه كهرباء وصار فيه عجقة اوريدي، ما كان فيه، مش عم قلك ما كانت المشكلة، بس في مشكلة وزنها كيلو، في مشكلة وزنها طن. انا اللي انتقدوني وقعدوا يقولوا عنصريه وعنصريه، شهاداتهم يعني يساريتهم، شهادات يساريتهم اخدينا بالحوانيت بالحمراء. انا شهادتي اليساريه اخدها من الجيش الكوبي. انت يساري؟ انا كنت يساري وعندي بعد فكر يساري، بس ماني يساري 100% يعني. انت يساري لاسمالي؟ شو لا يساري؟ انا يساري وعامل مصاري. انا يساري وبالفراري. انا في شغله بالفراري، بس حمراء حمراء الفراري مختصره. بس ما فينا نتعامل مع هالموضوع، الموضوع انساني مزبوط. لبنان كان بالاساس كان لازم يقولوا يعني يعملوا دراسه قبل ما تصير الشغله، بس انا ضد انه تصير شكل هالمخيمات. واصلا في ايمرجنسي ستيت نحن ما لنا حاضرين لها، يعني تخيل دولتك اللبنانيه الشريفه ما حاطه ايمرجنسي ستيت لبلد اصلا عرضه لكل في شيء حروب وكل في شيء. بس نحن جايين على شتويه، اللي بيخوف هو الوضع الصحي اللي رح يتعرضوا له بهذا الوضع. بنفس الوقت ما فيك تنظر الا وقت اللي بحرب تموز اللبنانيه، وقت كانوا عم يطلعوا على سوريا كانوا عم يستقبلوا، ما في واحد يطلع بيطلع بهالكفي مالكفي. سوري سوري بس على بس سوريا مش معناتها مش معناتها عم نحكي جغرافيا وعم نحكي مساحات. اذا طلعوا كل اللبنانيه على سوريا ما بصير في مشكله بتصير سوريا، بس اذا اجى ربع السوريه على لبنان قلت لك بيغرق البلد. يعني مش انه قصه، بس في شغله سوري ما عم تقول هيدا الموضوع، لانه هيدا موضوع. بس في شيء ما عم تقوله، انه رغم كل شيء وجود السوريين بلبنان بمطرح معين حرك الدوره الاقتصاديه، اذا تحكي الامبلويمنت حرك الاقتصاديين بيقول لك السوق التجاري في مطرح تحرك، ولكن لازم يصير في احتواء قبل ما تصير الازمه. هلا بدنا نطلع من هالموضوع، لانه نحن برنامج ثاني. اللي بده يساعد السوريين ما بيعمل لهم مخيمات وما بيعمل لهم، اللي بده يساعد السوريين بحل بيساعد على حل الازمه بسوريا. السوري بيكون مبسوط يضلوا قاعد ببلده يا رب. طبعا يا رب نتمنى انه هالمخيمات ونحضر بهيدي المواضيع. احمد انت بعيد هيك على السياسه، انت يمكن صوتك هو اللي بحل كل الازمات، هو سلاحك وهو احلى سلاح. هو احلى سلاح. تفضل شو تسمعنا؟ يلا شو هيك خطر لك هلا من هالجلسه غنينا شيء للاستاذ وليد لحام هلا خطر لي الحزن. كان ضيفنا، كانت حلقه حلوه. انت وانا يا ريت عنا كوخ المخبى في الحور والكينا، وليكون عنا كهربا ولا شوق، ونعيش ما يعرف حدا فينا. انت وانا يا ريت عنا كوخ مخبى في الحور والكينا، ليكون عنا كهربا ولا شوق، ونعيش ما يعرف حدا فينا. دبنا عغيابك دبنا ضيحة جمع السبنا، دبنا عغيابك دبنا ضيحة جمع السبنا. يا بطل علينا مشوار يا مولى كاتبنا، يا بطل علينا مشوار يا مولى كاتبنا، يا بطل علينا مشوار دخل الله كتبنا. دبنا عغيابك دبنا ضيحة جمع السبنا، دبنا عغيابك دبنا ضيحة جمع السبنا. يا طل علينا مشوار يا مولى النور
وكاتبنا يطر علينا مشوار يبقى ولدو كاتبنا يطر علينا مشوار داخل أرواحه كاتبنا الوطن أم الله؟ الله الوطن العائلة الجنس أم الحب؟ خيار شخصي غيري قاسم شو هو؟ ايه اوكي إذا بدك وضعك على محلك اخذت لي محلي خلص عادي هون اذا بدك ما في مشكله خلص عادي هونيك نادين نادين عادي هونيك ما ترجع يسلم تمك عزيزه وهلا سؤال ورد غطاء يا جماعه سؤال ورد غطاء ما في شرح انتبهوا في لانه عديت يعني الساعه ميشيل الف تريادس واحد من اثنين الوطن ام الله واحد برضو الوطن ام الله واحد من اثنين مع الوطن الله الوطن العائله أولادي أم أجدادي؟ أولادي شو بدي بأجدادي؟ الموسيقى أم السياسة؟ السياسة الموسيقى، موسيقى بالمعنى بالسيئة يعني الجنس أم الحب؟ أعطيني جواب بليز جواب واحد الجنس مع حب
يعني حب وجنس بذات الوقت. جنس اللطيف. نادين خيارات. طفل خارج مؤسسة الزواج أم إجهاض؟ طفل خارج مؤسسة الزواج. زواج. حكم إعدام أم سجن مدى الحياة؟ سجن مدى الحياة. المثلية الجنسية طبيعة أم شذوذ؟ خيار شخصي. أوكي. نبيل عساف الوحي نمرة زرقاء اللي عم بتحضر له اللي صارنا زمان ناطرينه ورح يبصر النور رح تلعب فيه دور مرشح سياسي من شخص. وحي شخص بيشتغل بالمجارير وبيوصل للمجلس النيابي. بيوصل للمجلس النيابي كمرشح سياسي. نبيل عساف أجب وندد ودين. أجب تعاطي السياسيين بكل شير رواد وإطلالاتهم الكتيرة على التلفزيون. بوعدكم أول مفوز رح والله لخلي الزفت يوصل لركاب. إذا مددتوا لي بتتفادوا؟ إذا مددتوا لي أكثر من مددتوا لي، إذا بتوصلوني للرئاسة بوعد إنه الشعب كله يتوحد. نبيل سليم أي كيف؟ نبيل رح يتوحد كله ضدي قد ما رح طلع قرارات سيئة. أي نبيل؟ أوكي. أي رئاسة؟ خلص كان في بعض سؤالين بس لأنه طولت بالأجوبة رح إذا بيلقطها للعبة عم بقول له أي رئاسة شو هو إيه أوكي إذا بدك وقتها. على كل حال ميرسي كثير. اليوم كان في كثير تلميحات من وحي كوميكاز جنسية بس بدي انتقل بعد لعند سؤال ولد غطا لعند عزيزة وأحمد. عزيزة سؤال ولد غطا سمي عزيزة على قلب عزيزة أغنية. عزيزة محمد عبد الوهاب. فنانة معاصرة عزيزة على قلب عزيزة عربية ضروري معاصرة عربية. يا عربية يا فان يعني. لا عربية ومعاصرة. باس باس. اف حقبة تاريخية عزيزة على قلب عزيزة. خمسينات ستينات. خمسينات ستينات. اوكي احمد عبد الحميد سؤال ورد غطاء مستقبلك بالتقاعد بتدير مطعمك الخاص ام تزرع ارضك؟ بتضيع بفضل ازرع ارضي. بالشهرة بفضل اوصل بالشهرة باللهجة اللبنانية المصرية ام العراقية؟ هلا اكيد بفضل اللبنانية اولا بس ببرع بالعراقي اكثر من المصري. بالحب التقيت فتت احلامك بتعبر لها عن اعجابك بالانجليزي بالعربي بالتركي؟ بالعربي ما بتعبر عن الحب الا بالعربي. بالعربي وبالفصيح. بالتركي يعني بالسوري المدبلج او مكسيكي. بالعربي وبالفصيح. نحن بنشكركم كثير انكم كنتوا معنا الليله بهالجلسه الحلوه يا ميشيل. شكرا. اللي كانت بطعمه مغنى وسياسه وركوزات وفيها كثير من كوميكاز لانه نبيل عساف معنا. شو بدنا نعمل؟ موفق نبيل وسلم على جيسكار لحود كثير السلام. عزيزه البوم جديد. مزبوط. عزيزه عزيزه ايمتى؟ عزيزه ذا البوم. قد ايش صرنا بنحكي فيه لهالالبوم؟ يلا انا نطرت كثير بس نطره الى ايمتى يعني البوم اسمه إيه البوم يعني نازل على كريسماس ان شاء الله. حلو. وقبله في سنجل عزيزه مع كليب بتوقعوها قريبا جدا ان شاء الله. يلا ناطرينه لنسمعه وبركي هيك بعد الالبوم ترجعي كمان. اكيد جاي بتجي لعنا هيك بدون تبدأ الباب وبتفوتي مع المفتاح. صبي مع المفتاح دائما. احمد عبد الحميد شو الجديد هلا؟ كمان ان شاء الله في تجهيز للسيدي صار خالص جزء منه قريبا ان شاء الله كمان خلصوا وبننزلوا على السوق ان شاء الله باذن الله. وين ما زال في انتاج هون هلا كمان عم نحكي دغري. اوكي بما انه مش هالالف ريادس هون بس هلا تفلي بنعم كفي نهائي انا وياه بتكفوا المواضيع. يلا ان شاء الله هيك اذا بكون نحن جمعناكم وعملنا شيء واسط خير. ليه لا؟ نادين نجام شرفتينا. ناطرينك بذا فويس تو ناطرينك بكل شيء بتعمليه يعني تمثيليا وعرفت هيك نومية الي انه في دور ان شاء الله رح تلعبيه كثير حلو ان شاء الله وكثير حيكون هيك رح يعطي نادين الممثله اللي عندها قدرات مختلفه حقها فان شاء الله بتاخدي لهيدا الدور نادين وبتلاقي حظك الحلو بكل شيء بكل المجالات اللي عم تعمليها. موفق امبراطور الف ترياد موفق حكم الحكيم موفق وقابل والله بوجه لهم تحيه دائما بنتذكرهم نحن. مره كنت واحد صاحبي طالع لعندي لازم ترجع تتصل كان كان فيه. كان الحكيم بالسجن وشاف هو طالع هو طالع لانه شاف يافطه على طريقه جلتون
موفق وحكم الحكيم، هوش فكر موقف وحكم الحكيم. قال ده مع اساس هذا بالحبس شو عامل مهرجان هلا. رجعت للحكيم هيك يا ميشيل، خلص لنا هالحلقه زيدوا بحب زيدوا. هو هذا صاحبي لي هيك بوجه تحيه كثير كبيره مش لموفق وحكم الحكيم، لاليس فاير اللي كان راعي هالحلقه، اللي كان وجوده لي انه سوري خيم يعني الحلقه. كل هيدا للمزح، ما بدي مشاكل بليز، طالع الاحد على البيت ما تعمل لي مشاكل. مشاهدينا الشكر الاكبر لكم، ان شاء الله تكون عجبتكم هالسهره هيك الحلوه. بنلتقي مجددا الاسبوع الجاي مع حلقه جديده وضيوف جديد واجواء جديده، وختاما مسك ديو ما بين عزيزه واحمد عبد الحميد. فوق النخل فوق يا با فوق النخل فوق، مدري يابا خدا يابا مدري القوما فوق، والله ما ريدا باليني بلوى فوق اشتركوا.